اوكي يلا خلاص حلو. الحين انت تنشب الحين. 2000 years later. الو لا وش قلت شذي؟ قلبي قلبي قلبي. 27 السلام عليكم يا جبتكم مطعم جديد اليوم جايب لكم ماب عربي اليوم معي اوسمز اللي متهاوش معه. يا هلا يا هلا وش هلا والله هلا والله خفت انا الحين يقول ها بسم الله عليك قيم 8 من 10 حبيبي. اليوم جايب لكم ماب عربي صاحب الماب اللي هو حمود الزثران. في بدايتي في المابات العربيه حمود الزثران لعبت فيها مابين حاليا ماب اسمه ايجيبشن دثران يعني دثران المصري. راح نشوف الحين كيف تصميم وكيف كل شيء. حرفيا اللي قاعد اشوفه شيء رهيب من ناحيه تصميم ما قد شفته في حياتي للامانه يعني. اوكي واضح اني مطول. طيب قبل ما تبدون لا تنسون كنت تشوف بي اس ال اضغطوا لايك اشتركوا ما بقيش على 500000. خلونا نبدا. اوكي خلونا نمشي يا اخي. طيب. تصميمات رايقه زي كذا حلوه بس انه في نفس الوقت اللون الترابي ذا يسبب لك ازمه يلخم. طب دقيقه هنا في هرام قاعد تشوف هرمات يب يب يب. خلنا نشوف يمكن في شيء مخفي. اوكي ما يمدينا نروح. اوكي لا حد يلمسه يعني ولا ايش؟ لا حتى يلمسه. طيب ظاهر اجى من هنا صح؟ اتوقع الدخول هنا اكيد. والله والله العظيم ديزاين رهيب مره. شوف كيف حتى شو يسمونه اللي يبيعون ذا الاشياء مره مره جامد التصميم اقسم بالله. This map was made by one person only. ما صمم الا واحد. موجز ديثران بليز كونسيدر يوزينج كود. هذا كوده الجديد قبل كان كود ثاني الحين H73. فور مور مابس تشيك اوت انستغرام اكونت. اوكي هنا طبعا اوكي هذا انستغرام حقه 25 اكثر من 25 ساعه بلد. اكثر من 95 ساعه بيلدينج تايم. هذا 25 ساعه بيلد ريسبون اريا. اوه الريسبون اللي هناك بس 25 ساعه. فواضح انه تعبان على الماب مره. اقسم بالله التصميم حرفيا جامد عجبني مره رهيب. طيب ليفل 1 كيف مره رهيب مره فكرته مره رهيبه والله يا اخي كنا فراعنه وكذا والله اقول لك ال... اوكي حقك توقعت اني سابك الحالي بس لا اوكي كلنا سبايك صدق والله. شوف يعني هو هي والله يشوف يعني ايش في كنا ما لعبنا دثرم من 70 سنه. بسم الله اوكي اوكي باقي هذه وات لو اللي بعدها نيون. اوكي خلصت الليفل الاول خليني احترق ريان. ما في تشيك بوينت والله انا ما بهني اصبر قروش. اوه هنا تشيك بوينت حلو. الو سوسر وقف علي وقفت اللعبه. ليفل 2 اخيرا حلينا بعد المشكله. وش ها لا يكون في شيء توقع نزل. اوكي لم تزبط معنا حق السبون بكره بدايه السيزون العاشر اللي اذا انا وياك متنا في نفس الوقت انت رسمي هنا انا رسمي هناك. اوه حق الليفل اللي قبله يب 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 اذكرها. الله يك وين بوزينا اقطاب البهاوة وين تحت هنا هنا ترسمنا هنا جوا ذا. اوكي والله مو باينه. طيب اتوقع اصبر معك ثلاثه الظاهر الاولى يمين ثاني يسار ثالثه بعدين اللي فوق شلون رجالها فاتوقع ان اسيد على طول. لم تزبط. صار صار هنا نظ. ايه اوه فوق. زين. والله ما فكرت فيها تصدق. زين بس ايه. واو هذه لازم تاخذ لها بوست. حلوه حلوه حلوه. مره خلها وراك فهمت؟ وراك وروح. والله بعيد مره ذا. ايه بس خلها وراك وروح. اوه كان ودي اسويها طنق 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 ورا بعض. شوف شوف راح الخشب. شفت زي حلوه. انا ما نطيت الا على انفجار الامبولز. تعرف التايمنج ذا 2000 years later. الو لا وش صار وش قلت شذي وش قلت يا شهر قلبي قلبي رميت امبولز وقفني في كان حسبت بيرجعني على ورا. يا قلبي قلبه يا قلبي قلبه ايش تسوي معك امبولز كفو. راحت على واحدة على اخر واحدة يضبط معي. كم ماخذ انت اصلا؟ ست. اوه عشان كذا كويس يا رجال. الو توني بقول لك طب ليش شلون بنعدي؟ انت وري اونلي بازل عندما اوكي الو هنا صعبة يقول حاطها صعبة. كيف اذا قال صعبة فانا ما هي بصعبة والله تدري. يقول دونت وري ات از ذا اونلي بازل ان ذا ماب بت اي ميد ات اكسترا هارد. رقيت؟ والله هنا شلون رقيت انت؟ ادخل من جوا من جوا على الحافة بعدين ايوه يا سلام شفت؟ هذا اللي يخليك تحول شيء وتدخل من جوا الظاهر، خليك تحول شيء صغير. عنده 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 حصى هنا. يلا. نبغى شيء اصغر اصغر ايه. ها في مزهرية ولا هذه؟ اي والله خشيت خشيت. اوكي شوف ايش تحولت انا. اوكي. اخيرا يا رجل. والله طولنا فيه قسم بالله. ليفل 4 طيب. ها؟
نطيتها صح انت طاير الظاهر في اجز كذا على جنب لازم تنط فيها يعني اوكي بعدين نطلع السفينه او لا ننط هنا بس ما عندك ما كان في شيء كذا زايد الا نطيت من عنده انا طب اجل يمكن السفينه اتوقع هنا انا سفينه وصلت وصلت من اليسار اي من اليسار اسمع الخطه أوكي. قبل ما توصل هنا على اليسار انقز بعدين انقز فهمت اوكي كيف فهمتك فهمتك يعني كذا لم تزبط لا انت تاخرت ترى اوكي هذه قريبة اوكي اخر وحدة والله احس انها بعيدة بس يا رب لا اوه لا لازم تنطنطتين اتوقع هذه حلوة بس احس انها مرة بعيدة يب 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 اتوقع انها تروح لها بطريقة ثانية فهمت انا بسوي حركة الستريف عرفتها كذا عليك. يا ساتر كذا والله الا صح عليك بس ان انا نطيت قبله اعطيتك نطه ثم انا لفيت انت رايت تو شيت حتى لو شو سويت يعني غش كيف بسوي سؤال يعني قالوا اني يروجوني اللوم اخيرا اخيرا يا رجل انت رايت تو شيت هذه عباره عن ايش ما شفت هنا ترجع تسقف جدار هي بعدين تنط انت تسقف جدار هنا لازم تنط قبلها لانها مرتفعه شوي يا رب يا رب يا رب يا رب اخيرا وينك انت هنا هنا ماتشك بوينت عندك يا ساتر ليفل 6 طيب احس ان الماب في تمثيل كثير الله يقطع بليس استهبل الحين وشو هذا نظام باركور اتوقع عادي حول باركور اوكي كذا اوكي لو نطيت فوق هذه احس اني ما بجايبها العيسار العيسار صدقني صغيره اوه اوكي والله كنا بعيده يا اخي بعدين يمكن في الجسر هنا يب اوه مالي مالي روح هلا بيه تبريح اوكي اللي بعده اوه وات نط على اخر شيء عيال والله غبنا قصدك هذه من ورا انقز البلوكه بعدين انقز اللي بعده يعني عرفت الجمب جمب ارجع 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 اي سويت سويت سويته سويته كذا ها طيب بس اللي بعدها هذا اتوقع انه في خش اصبر ما في خشب ما في شيء مزحلقه هذه ايه وصلها طيب انا عجزت اوصلها تو شفت اجل تدري وشو جمب 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 من ورا اتوقع جبتها 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 يا ساتر ديم جمب جمب ولا وشو كذا ركضت بعدين جمب على النهايه على اخر شيء ايزي ايزي بس انا سويته قبل شوي بدون نطه وما ضبطت تبد طيب تيل مي ذا ترو دونت وري ار يو يوزينج ماي كود تيل مي ذا تروث او ترو دونت وري يو ار نوت جوينج تو داي طب دقيقه هنا في اصبر مصدق انت انا جريت به والله انا اقول نو اصبر اكسبت هذا وشو وش ليش خايفين عنه براسبن ها ليش خايفين والله انك خايف خل عنك بس على الدائره ثانك يو حزن حزن انا ما حد يستخدم كودي تبوني مستخدمين كودك ثانك يو انت اوكي كل الطرق تؤدي الى برلين لا روما داري اوكي يا اخي والله عجبني الباركور ما عجبني الله ياخذه ما عجبني الباركور خايس نطيت على اليمين صح طيب اللي بعدها ننط من هنا على اليسار اوكي الحمد لله يا ساتر يا رب اوه تذكرت ماب ايش اسمه فورث نفسه او خريطه اللي هو مدينه واو 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 هي هي ايش في وشو حاول تصير في النص حاول تصير في النص شلون في النص يا طيب لا يعني صار بعدين الحمد لله اوكي بس بلا تسوي طيب الواحد يسويها باك تو هوب انتبه انا ابي سقعت توقع لو اكمل عادي حتى انا سقعت ما ادري في اصوات حقت اللي فوق ذي او بعدها زياده يا ساتر لازم ثلج اوكي عديت عديت سكت لا 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 يوم جيت على اخر شيء سقعت صقعه غبيه يقطن من القهر اتوقع ما في شيء يخليك تمشي اسرع فاهم اوه وصلتها دام شفت السبيد نفسه لازم تنط فيه فهمت ما تخليه يمشيك هذا اللي سويته انا اوكي يلا ليفلين ريان تكفى جايك وقت تفرج على التلفزيون والله ياخذ الريلز الريلز تدفك يب 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 هذا اللي انكبني قبل شوي يلا وينك؟ هلا والله
شوف واحد ما حط لي لايك شوفه يا شوفه كيف الشاشه اوكي ليفل 9 ها اللي بعده شلون اوه عند هذا الخشب يمين ها انت بلا تنفسار ولا شيء اوكي نط نط بعيد عن ذا اوه هذا يدفك قطع شكله بعدين وات والله ما توقعت لا تكفى نط على هذه اوكي مشينا عليها اوكي على هذه تكفى الله والله بالكارت جامد يا ساتر لا تقول الحبل ذا واو ريان تكفى الله الله يا شيخ مين يساري مين يسار كذا فهمت الله عليك واو. يلا تعال عندي ما احتاج تعطيها ذي النطة ترى لو تعطيها كذا والله معليش بضمن انا بضمن ليفلتن اوكي بسم الله ها وات الله احب الليفلات اللي كذا وات يلبه وش ذا على بالي خلص الماب احسن ما خلص انا والله على بالي خلص تكفى لا والله ما خلص الحين يا ساتر واو وش ذا لا تكفى تكفى جي جي تكفى يا ساتر الحين ما خلص ريا تخيل لا الاخر واحد يبغى يموت اوكي واو وش صار وش ذا يلا خلص الماب خلص خلصته اوكي يقول انستغرام الهوي او الواي تنطق هوي ولا واي المهم يوروبينيا تقييم يكون 10 والله هنقول 9 من 10 ما قيمه 8 ليش عشان تمتير ايه عشان في كآبة شوي في الماب احس هو اوكي كفراعنه ضابط الثيم مره احس انه جامد مره بس اللي قهرني كثير في الماب في بعض المراحل صعبه مره لدرجه انك تكره الماب صراحه ياب ياب ياب, ياب. هذا خلاني اعطيه 8 يعني نقص درجتين كذا مره حلو والله رهيب انا اعطيه 9 صراحه بليز كونسيدر يوزنج ما ادري ايش وبس هذا كم مقطع اليوم ان شاء الله مقطع يعجبكم لا تنسون زر اللايك واشترك في القناه اذا كنتم مشتركين وشكرا للمنتسبين في القناه باذن الله بيطلع لكم اساميهم في اخر المقطع للمهتمين يعني وبس قناه ريان في الديسكربشن كود الماب في الديسكربشن وعلى خير